متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من فتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او IMS TV. بدايه وكيف ديما كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارجه، وتحيه كاع الناس اللي كيخلونا تعليق زوينه والناس اللي كيدعمونا وكيشجعونا، شكرا لكم بزاف. كنعتذر على عدم بث الحلقات في الايام الماضيه، والسبب كيعود لان الحلقه اللي قبل من هذه ما كانت شافت مزيان، لهذا خليتها تتشاف شويه وطلع نسبه المشاهده. عاد نحط لكم حلقه جديده. على اي المتابعين الكرام، الناس اللي عاد التحقوا بنا على قناه قضيه اليوم كيشوفوها اول مره، فهي قناه مختصه في القصص والملفات البوليسيه اللي وقعوا في قرى او مدن المملكه. من خلال هذا المنبر هذا بغيت نوجه التحيه كاع للمتابعين ديالي داخل ارض الوطن وخارجه، وتحيه الناس ديال طنجه والناس ديال تطوان اللي خلاو لي تعليق كالكوديم شي ديديكاس للناس ديال طنجه والناس ديال تطوان. تحيه الناس ديال طنجه والناس ديال تطوان، وتحيه كاع المغاربه وكاع الناس اللي كيتبعوني فين ما كانوا. على اي المتابعين الكرام، ما نطولش عليكم وندخلوا معكم في سرد اطوار او احداث جريمه اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم هي جريمه اللي هي غامضه، لهذا تبعوها معايا دقه دقه باش ما تلفوش وتعرفوا الجاني او الجونات اللي ارتكبوا هذه الجريمه هذه. على اي فواحد الفيلاج، فيلاج اللي هو كبير، كتسكن واحد جوج العائلات، العائله ديال الجبلي والعائله الثانيه ديال الرقاطي. هذا الجبلي هذا كانت عنده اراضي كبيره او كثيره تما في ذاك المنطقه، ولكن الرقاطي كان خدام معاه، كان غير خدام معاه تما، بقى كيدخل لهم هنا كيخرج لهم هنايا، حتى هذا الرقاطي هذا غياخد جميع الاراضي اللي عند هاد الجبلي هذا. الجبلي ما بقى عنده والو، بقات عنده شي اراضي اللي هي قليله، واحد المسكن، السيد مزوج، عنده شي ثلاثه ديال الاولاد، وعنده ولد اللي هو خارج الطريق، داك الولد اللي خاسر. الرقاطي عنده ثلاثه ديال الدراري وبنت. هاد الرقاطي هذا هو والجبلي ما كيتفاهموش، لان الجبلي كيتهمو بان دالو الاراضي ديالو وسرقوه وكذا. الا تلاقاو في شي بلاصه ما كاين غير سبني سبك بيناتهم، الروح غادي تطيح. بقاو هاد العائلات هادو شد لي نقطع عليك. هنا هاد الجبلي هذا كما قلنا عنده واحد الولد سميتو عزيز. هاد عزيز هذا كان انسان اللي خارج الطريق، كان تشد في الحبس جوج المرات، المره الاولى دخل شي دار سرقها وتشد في الحبس، عاوتاني خرج شي طوموبيل كانت واقفه هرس ليها الجاج ديالها وهز واحد الساك منها، غادي يشدو عاوتاني غيصيفطوه للحبس. باه ما كانش كيحملو، جرى عليه من الدار، قال له انت خرجتي، انت اللي معكس في خوتك، انت اللي شفار في خوتك، انا الشفار ما يدخليش للدار. صافي جرى عليه. الولد بقى تعلم هنا لهنايا. هذا الرقاطي هذا كما قلنا عنده ثلاثه ديال الدراري وبنت، البنت هي الصغيره فيهم حسنه. هاد حسنه هذه غادي يتعرف عليها عزيز ولد الجبلي. داك ولد الجبلي بغى ينتقم داك العائله، وباش غادي ينتقم غادي ينتقم لهم بنتهم. هنا هاد عزيز هذا غيبقى يتقرب بهاد حسنه، يتقرب قال لها شوف حنا العائلات بيناتهم دابزين، إيه، ولكن حنا بيناتنا ما كاينش الخصام، حنا حقاش كيبغي بعضياتنا، حنا كنبغيو بعضياتنا كذا ماس كذا، غادي يربطوا علاقة. كما قلنا هاد حسنة كانت هي صغيرة عند العائلة ديال الرقاطي، خوتها كلهم تيحنوا عليها، كلهم تيتهلاو فيها، كلهم كذا. فاش غادي يحصلوها مع هذا ولد الجبلي، غادي يدابزوا معها وغطيح لهم من عينيهم. هنا غادي يخيروها، قالوا لها شوف إما ولد الجبلي ولا حنا. البنت اختارت ولد الجبلي، قالت له سيدي انا كنبغي وغادي يتزوج به كذا، غادي يتفقوا هي وداك عزيز غادي يمشيو يتزوجوا. فاش غيتزوجوا هاد عزيز هذا ما عندوش مسكن، لان بوه مجري عليه، البنت كبيره صافي مشات للمدينه دارت الكاريط هي وياه، مشاو كراو واحد المحل في الفيلاج، بقاو ساكنين بجوج. هنا هاد عزيز هذا ما كانش كيتعدى لهاد البنت حسنه، كان كيتعدى ليها ما كيتكرفش عليها ما والو، ولكن ما كانش كيخدم كما كنقولوا حنا، كتافو باردين. العائله ديال هذا الرقاطي فاش شافوا بنتهم واخا هكاك ما دازتهمش النفس كما كنقولوا، كيهبطوا عندها، كيهبطوا عندها للفيلاج، كيلقاو البنت عايشه مكرفصه، لا ماكله لا والو، واش كيتعدى عليك؟ كتقول سيدي ما كيتعدى عليا ما والو. هنا عائلتها كتجيب لهم شي حاجه ديال المصروف كيجيبوها لها وكيتهلاو فيها، باش عاوتاني راك عارف العائلات ما كيدوزوش هي ولادهم. على اي هاد حسنه هذه غادي يموت الاب ديالها اللي هو الرقاطي. الرقاطي فاش غادي يموت غتقول لخوتها غادي نقسموا الورث، غادي يقسموا الورث بالفعل، قسموا هنا قسموا هنا، غيجيها حقها. فاش غادي يجي حقها ديال شي اراضي وهذا غادي تبيعهم خوتها، غادي تدابزو معاها، قالوا لها ودي داك الاراضي اللي كتبيعي راه غيديهم لك ولد الجبلي، ولد الجبلي حقها تزوج بك غير باش ينتقم منها وكذا. قالت لهم سيدي هذاك راجلي، هذاك راجلي سيدي، فلوسي هذوك ندير فيهم اللي بغيت. بالفعل غادي يبيعوا داك الاراضي كاملين
غادي تبيع عماد حسنه وغتعطي الفلوس ديالها لراجلها اللي هو عزيز. واحد النهار هذا عزيز هذا هو في السوق، ولاد الرقاطي دايزين من تما، بقات بيناتهم شي هضره، شي كينغز على شي تهضر على شي، غيتحاموا ولاد الرقاطي على عزيز ولد الجبلي، غادي يضربوه رجليه غادي يهرسوه وغيديروا له عهه مستديمه اللي هي غادي يعوروه في العين ديالو، غادي يكون تما الشهود كذا، غيجيو جدرميه غيشدوا ولاد الرقاطي، واحد غيعترف بهم هو الكبير، قالهم السيد انا اللي ضربته حقا انا دايز، هو بدا كينقول عليا كذا ودار لينا خطنا كذا هذا هذا، غادي يمشي غيتحكم هاد ولد الرقاطي بالعقوبه ديال 10 سنوات مشى للسجن. هنا ولد جبلي عزيز غادي يهز المراه ديالو، ما بغاش يبقى في داك الفيلاج، وغيمشي لواحد الفيلاج واحد اخر بعيد على الفيلاج ديالو حوالي 400 كيلومتر بعد. امشى فاش مشى ما عرفوش العائله ديالهم هاد الاولاد هادو فين مشاو، لا البنت ولا الدري، غبروا مشى لواحد الفيلاج بقات ما عنده داك الفلوس. هنا فاش غينتقل داك الفيلاج غيقبط هاد البنت هادي، قال لها الدار ما تخرجيش منها، الفلوس بدا كياكل، اكل هنا اكل هنا اكل هنا، ضيع داك الفلوس اللي جا في الحق ديال مراته كلاهم، سيد صافي غير كلاهم، بقى على الدص بغى يخدم غيخدم صافي، شاف تما بقى كيقلب حتى غيطيح على واحد الغياتي، كان الاسم ديالو الغياتي، هذا الغياتي هذا كان في المانيا، كان كيمشي ويجي لالمانيا، السيد عنده تما الفيرمات، بقى كيتقرب منه قال له ودي انا بغيت نخدم وكذا، قال له شوفي بغيتي تخدم انا نخدمك معايا هنا في الفيرما، جلس راه خصني شي عساس. هاد عزيز ولد جبلي الدار اللي كان ساكن فيها في داك الفيلاج ما بعيدة شي على الفيرما، بعيدة واحد المسافة ديال 200 متر، قال له شوف، قال له سي الغياتي حقا انا راه الدار ما بعيدة شي، انا غنعس بالليل وبالنهار، قال له صافي لا تعس بالليل وبالنهار، ها الفيرما، الفيرما كانت فيها الفيلا فيها كيما كنقولو حنا الشجر، كان عنده الخدامة تما، السيد مكلف غير بالعسة تما كيعس بالليل وبالنهار. هاد عزيز هذا كان كيتعرف على واحد الدري، هاد الدري هذا كان خارج الطريق هو وخوتو، كانوا ثلاثة بهم ديال الدراري، خالد وعبد اللطيف ومنعم، هاد منعم هذا كان قاطع يدو من يد الرحمن، ولد اللي خارج الطريق، متعرف على هاد عزيز ولد الجبلي، بقى كيسوا وياه في القهوة كيتعاودو، قالوا أنا خدام هنا كذا كذا، قال أودي إذا عندك شي خدمة تما دبر لي تنجي خدمة عصير، عيط مع هاد السرقة والحباسات وهذا، قالوا صافي نشوف لك هذاك السيد يخدم مع الغياتي، إذا كانت عنده شي بلاصة فين يزيدك يزيدك. بالفعل السيد كما قلنا بقى خدام في داك الفيرما، جا عند الغياتي قال له ودي شوف، قال له راه كاين واحد السيد إلا بغيتي يجي يتعاون معنا تا هو هنايا، والفيرما راه عندك كبيرة والخدامة وكذا نجيبوه، قال له صافي إلا كان مزيان هذا جيبو لنا. بالفعل هنا غيمشي عزيز غيجيب منعم معاه، ولد الدكالية كانوا معروفين بولاد الدكالية، غيجيبو هاد منعم هذا غيخدم معاه. خوتو ديال الغياتي فاش غيجيو غيشوفو هاد منعم، مازال عزيز ما كيعرفوهش، جا براني تمايا وسكن، الزوجة ديالو ما كتخرجش من الدار، مطرق عليها تكرفص عليها لأن بغى ينتقم منها، داك الساعة عاد بان وسمو لأنه قال لها نتوما ضيعتونا في الورط وباك درنا وفعلنا وكذا وكذا وكذا، تكرفص عليها وطرق عليها. هذاك كما قلنا عزيز ما كيعرفو حتى شي واحد تما جا جديد، ولكن داك منعم معروف عندهم فيلاج تما، الخوت ديال الغياتي جاو عند خوه قالو شنو مخدم معاك انت، مخدم معاك منعم ولد الدكاليه، منعم راه خارج الطريق وكذا 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 وراه شفاره وكذا، وانت دخلتي العله الفيرما وكذا، قالو شوفوا دابا ما عندي كي ندير لهم، دابا كما كنقولوا جا الفاس في الراس وما كاينش شي سبب باش غادي نجري عليهم ولا هذا، صافي ها هما في لا ليست لا طونط، الا بان عليهم شي فالطه غادي نجري عليهم انا بجوج، حتى واحد ما يخدم عندي. بالفعل بقات الامور غاديه على هذا المنوال. هنا الغياتي شنو غيدير؟ غيمشي يجيب واحد السيد كان تمايا زينون ما كيهضرش، هاد السيد هذا كان كيجمع داك الحديد والقزادر وهذا كيبيعهم، هاد الغياتي جابو قال له شوف انا راه عندي شي كاميونات تما كيقولوا في فيرما ما كيخدمهمش لا داك كيطيحوا لافيراي، داك الحديد وداك الكاميونات التراكتورات داك الالات ديال الحرث محطوطين تما، قال له شوف راه عندي شي حوايج تمايا انت عس عليهم وقادهم، الا انت مولف بهادشي ديال الخدمه ديال الحديد كتجمع الحديده المهم انت تكلف تما، ولكن الغياتي جاب هاد الزينون هذا ماشي جابو باش يجمع داك الحديد، لا جابو باش يحضي عزيز وداك منعم، غيحضيهم ويحضي الحركات ديالهم، لان راجل الخبر بانه شفار وكذا، داك اكثريه داك منعم شفار وهذا، قال غنجيب هاد الزينون هذا
قال له انت غير عشتي عليهم، شوف الحركات ديالهم، دخلوا هنا قولها لي، مشاو لهنا قولها لي، المهم انت علمني باش باش شنو كاين. على اين هاد الزينون بقى تبعهم هنا ما كيفهموش شنو يقولوا، كيجيو تما كيتجمعوا كيجي حداهم كيبدا يصنت عليهم. بقات الامور غاديه على هاد المنوال. واحد الليله غادي يجيو الخوت ديال حسنة، جاو عندو دوك يقلبو تعرفوه فين ساكن وفين داختهم. جاو تمايا قالوا له ودي شوف، هنا الام ديالنا مريضه والاب ديالنا ميت، ومنا بغات تشوف اختنا، هنا اختنا خصها تشوف امها. قالوا ما سيدي غير نبغي راه غنديها ليها. بقاو كيدابزو تمايا غادي يمشيو بحالاتهم، مشاو داك الدراري بحالاتهم صافي مشاو. ولكن واحد الليله السيد خرج مشى للخدمه، اي هاد عزيز عفوا مشى للخدمه العسه ديالو، غادي يجيو الخوت ديال حسنه وغيديو اختو داو اختهم ومشاو. صحا قالوا اللي بغى يديرها القانون ديرها، حنا اختنا صافي غادي نديوها تشوف امها. امها ما كشافتهاش ومود هادي والكبده وكذا، هزوا البنت سداوها. هنا البنت سداوها هذيك الليله. غادي الزينون غادي يخبر الخوت ديال الغياتي، لان الغياتي كيمشي لبرا كيمشي لالمانيا. عيط لخوتو جا عندهم تما، عيطهم قال لهم ودي بالاشاره بان الفيلا راه تسرقت. قالوا هادشي اللي ما كناش باغيين. عيطوا لخوهم، خوهم غادي مع السيد لاباس عليه وعنده الفلوس وعنده النفوذ، على غد ليه شد الطياره جا المغرب. جا تما دخل، بالفعل غادي يلقى الفيلا مهرس لها، الباب ديال السطح والدار الداخل مرونه، داك الزينون بدا كيقولوا بالاشارات عاودي داروها شنو فعلوها شنو صوبوها شنو صوبوا. غير هبط عند الجدارميه علمهم، جاو الجدارميه لتما، جاو الجدارميه بالفعل لقاو الباب ديال السطح ديال الفيلا مهرس. شي ذهب تما وشي فلوس ما كاينينش، دوك الجوج ما باينينش، غبر لهم الاثار. بقاو يسولوا عليهم، مشاو عندهم للدار، مشاو عند داك منعم. منعم الام ديالو قالت له ما دير ما كاين شيء، راه خدام شي فيرما كذا. قالوا له ما دير الولد ديالكم شنو دار شنو دار، الى جا علمونا. هاد العائله هادي ديال ولاد الدكاليه كانوا تريكه اللي هما شنو كنقول لك، تريكه اللي كلهم خارجين الطريق، شي ما كيدوش شي. قالوا صافي سيدي حنا نشوفوا هاد الولد ديالنا شنو دار. جدرميه ما لقاوهش، مشاو كيقلبوا على الدار ديال عزيز. داك الدار ديال عزيز كانت تما في داك الفيلاج، مشاو كيدقوا ما كاين حتى شي واحد. بقاو كيسولوا هاد عزيز مين هو اصلا، مين كذا مين كذا، حتى غيتوصلوا للعائله ديالو. العائله ديالو ساكنه كما قلنا في داك الدوار اللي عايش فيه واللي وقع فيه المشكل. غينتقلوا الناس ديال الدرك الملكي لتما، سولوا على عائلتهم قالوا ما سيدي حنا الولد ديالنا هادي راه مده ما جا لهنا وما شنا، راه هز المراه ديالو ومشى. المراه ديالو فين هي عائلتها؟ وسيدي عائلتها هي انا في الدوار الفلاني. مشاو مشاو عند العائله ديال المراه، اي العائله ديال حسنه، غيلقاو حسنه تما. قالوا لا انت راجلك فين هو؟ قالوا ما سيدي راه خدام تما في واحد الفيرما. يا ودي كيفاش جيتي؟ قالوا ما سيدي خوتي جاو جابوني، كان مطرق عليا تمايا وما خلاني نشوف امي، وجاو خوتي هو خرج مشى للخدمه وما جاو جابوني للفيلاج. ايوا فين هو؟ قالوا ما سيدي راه تما عساس في شي فيرما. مزيان هنا غيخبروها بان راجلها راه شفر تما واحد الفيلا وراه هرب. واش شي ما عندك اثر ما عندك اخبار به؟ قالوا ما سيدي ما عندي اخبار به، ما عارفه فين مشى. مزيان هنا بقات القضيه هذه غامضه، فين هما الجوج ديال الدراري؟ جوج دراري شفروا، ايه شفروا، ولكن فين هما؟ فين هما؟ ما كاينينش. الاولاد غبر لهم الاثار. هنا العائله ديال ولاد الدكاليه كاينين جوج، بقاو جوج. هذوك جوج ديال الدراري نوضوا الغوات تما، وحنا الى خونا شفر جيبوه، شدوه جيبوه. الدراري ما بانش لهم الاثار، لان كانوا هاد الخوت هاد ولاد الدكاليه، هاد العائله هادي كانوا كيحنوا في بعضياتهم. كيفاش حنا خونا كان كاع الا دار شي جريمه تيغبروا، وفي الليل تيجيو كيتسلتوا كيدخلوا عند امهم اسيدي حنا رانا مزيانين كذا كذا، وانتو يهربوا راه كيطلع الصباح كيهربوا. ولكن ما بان ليهش الاثار. منعم غبر، فين هو؟ العلم لله. صاحبه فين هو؟ العلم لله. مزيان هنا هاد ولاد الدكاليه غيطلعوا هما والام ديالهم والاب ديالهم عند الغياتي. قالوا نشوف دابا الفاش جا في الراس، الولاد ما بان لهمش الاثار، غير تنزل ليه وحنا ان شاء الله غير غادي يبانوا
راه حنا غنجيبوهم لكم والله حتى نجيبوهم لكم وديهم فين ما بغيتهم. الغيازي قال لهم سيدي لا والو انا ما نتنازل لهم ما والو، شفروني وانا تقت فيهم وكذا وكذا وداو لي رزقي ضروري ما يتعاقبوا، وهذا الشيء من حقه، داروا مع الساسه داو له رزقه من حقه ما بغاش يتنازل مزيان. وهنا مشاو هاد العائله ديال الدكاليه مشاو لعند البريغاد ديال الجدرميه قالوا لهم سيدي حنا الولد ديالنا ما عرفناش فين هو، وهذا الشيء ماشي معويده، حنا كان كيدير الجريمه وتيجي تيجي مسلت حتى كيدخل عندنا كيسلم علينا عاوتاني ويهرب، ولكن الولد ديالنا ماشي معويده هادشي، فينا هو الولد. هنا غيوصل الناس ديال الدرك الملكي واحد الخبر بان العائله ديال حسنة اللي هما السريكه ديال الرقاطي مدابزه مع العائله ديال الجبلي على شي ورث وكذا، وداك الليله اللي تشفرات فيها الفيلا داك الليله اللي جا ولاد الرقاطي داو اختهم. كيفاش هاد الصدفه هادي؟ غيمشيو الناس ديال الدرك الملكي عاوتاني ويجيبوا العائله ديال الرقاطي، جابوها كامله لان حتى العائله الجبلي شكو قالوا يمكن حنا مشاو لتمايا داروا شي مشكل قتلوه ولا داروا شي حاجه وجابوا البنت. هاد العائله هادي راه داونا رزقنا وكذا، هادشي كان الخبر واصل عند الناس ديال الدرك الملكي. مشاو جابوا العائله ديال الرقاطي جابوها باش يحقوا معاها، قالوا لهم ودي نتوما كيفاش هاد القضيه هادي؟ النهار اللي السيد ارتكب جريمه ديال السرقه نتوما جيتو ديتو اختكم، كيفاش هاد القضيه؟ ياك ما قتلتوه درتوه فشي بلاصه سيدي، حنا ما قتلناه ما درنا له حتى شي حاجه، حنا بالفعل عندنا عداوه معاه وعائله كامله مدابزه مع عائله، واحد النهار دابز مع خونا راه خونا راه محكوم عليه بعشر سنين، ولكن حنا ما درنا والو، حنا مشينا جبنا اختنا وجينا. هنا الناس ديال الدرك الملكي قالوا مع بالهم ايوا ليان فريد كاع جاو وداو اختهم وكاع قتلوه، ولكن الولد اخر اللي معاه فين هو؟ ايوا هما عندهم العداوه مع واحد وهذاك ما عنده حتى يد في هذه الجريمه هذه ولا في هذا، علاش غادي؟ اذن ما استثناهمش من هذه الجريمه ولكن شكوا فيهم، شكوا فيهم قالوا يقدروا يكونوا شي حاجات ما مفهوماش. على اي تلقوهم مشاو بحالاتهم استمعوا لهم استمعوا لهاد العائله مشاو بحالاتهم. العائله ديال الدكاليه عاوتاني تيجيو تيغوتو حنا خونا كذا كذا كذا، الولد ما بان ليهش الاثار، قلبوا هنا قلبوا هنا قلبوا هنا ما بان ليهمش الاثار، فينا هما؟ العلم لله. شنو غادي يديروا هاد العائله ديال الدكاليه؟ دوك الجوج خالد وعبد اللطيف، هاد خالد وعبد اللطيف هاد المشكل اللي طاح فيهم خوهم غادي يتوبهم، كانوا خارجين الطريق السرقه كذا مات كذا، اش غادي يديروا؟ غيربيو اللحيه وغيوليو يصلاو العباده وينصحوا في عباد الله، الناس تبدلوا شي حاجه كانوا مشفرينها لاحوها كل شيء بدلوه، تبدلوا حتى في الحياه ديالهم، ولاو كيديروا كيمشيو للسواق كيبيعوا على راسهم ولاو داك الشيء ديال الحلال. بقاو هاد ولاد الدكاليه باللحيه وهذا غيتعرفوا على واحد الطبقه، هذيك الطبقه ديال صحاب الحي، واحد النهار غتجي شي روينه ديال قلب هنا قلب هنا قلب هنا، غي يلقاو هاد ولاد الدكاليه دخلوا مع واحد الشبكه، غادي يتجمعوا كاملين داك صحاب الحي كانوا شي مشاكل وشي شي حاجه كانوا كيخططوا ليها، غيتحكموا بالعقوبه ديال 10 سنوات. هنا خالد غيتحكم ب 10 سنوات وعبد اللطيف غيتحكم ب 10 سنوات مع دوك الخليه اللي كانوا معاه، غيمشيو غيفرقوهم شي يداو الحبس لهنا وشي يداو الحبس لهنا. خلاص داك الجوج ديال الدراري اللي كانوا عساسه ما بانوش، عزيز ومنعم ما بان لهمش الاثار لا حي ولا ميتين. هنا هاد الدكاليه هادي جاها الخبر من عند ولدها بان هذاك الغياتي راه بزناس ديال الحشيش وراه هو يقدر يكون قاتل هاد الدراري هادو بجوج. هاد الخبر هذا غتديه الدكاليه هي وراجلها وغيمشيو عند البريكاد، قال لهم سيدي يعني حنا الولد ديالنا شفر ودار وفعل ولكن خصو يبان، حنا الولد ما بانش وحنا راه كنشكو فلان فلان راه اش كيدير واش كيدير واش كيدير. غينتقلوا تما لعندو عند هاد الغياتي، قال لهم سيدي انا لقيتو عندي شي حشيش ولا كنبيع الحشيش ولا دار انا يدي فوق راسي يديوني، انا بالفعل كانوا خدامين عند داك الناس وداك الناس شفروني وانا راني داير شكايه ديالي، وانا ها الفيرمه قلبوها لقيتو شي حشيش ولا لقيتو شي حاجه تاخذوا الاجراءات. بالفعل قلبوا هنا قلبوا هنا سمعوا السيد ما بان لهم حتى شي حاجه، قالوا يمكن هاد الدكاليه هذه كدير هاد القضيه هذه وصافي. هنا هاد خالد ولد الدكاليه فاش غيتحكم ب 10 سنوات غيصيفطوا لواحد الحبس وخو غيصيفطوا لحبس واحد اخر، ولكن حنا غنركزوا على خالد. خالد دخل لواحد الحبس كانوا دايرين في العزله بوحديته لان دوك صحاب الحي كيديروهم في الحبس في العزله باش ما ينخرطوش مع سجان اخرين وصدقوا متمروجين شي فكر واحد اخر، لهذا كيديروهم بوحديتهم. حتى واحد النهار هاد خالد غيبان ليه داك الزينون
اللي خدام مع الغياتي في الحبس، الزينون في واحد القنت. هذاك الزينون ما بقى الزينون كيهضر، كيهضر عادي مع الناس وكذا وكذا وكذا. السيد شنو غادي يدير؟ هاد خالد هذا غيمشي عند المدير ديال السجن. قالوا سيدي بغيت نخبرك بواحد القضيه. قال له مرحبا، شنو هو المشكل؟ قالوا واحد السيد هنا راه شاهد في الاخ ديالي بان سرقوا واحد الفيلا كانوا عساسين فيها واحد الفيرما، وهذوك جوج خاي واحد شريكو ما باليهمش الاثر من داك الوقت. واحد السيد شاهد فيهم كان عند لابريكاد كيهضر زينون بان كيهضر غير بالاشاره وما كيقدرش يهضر وكذا، ولكن انا راني شفتو هنا في السجن وكيهضر. كيفاش؟ قالوا سيدي كيهضر. فينا هو؟ في بلاصه فلانيه. قالوا شوف ما دير حتى شي حاجه، ما دير هذه ولا هذه. قالوا شوف غنتاخذوا الاجراءات. قالوا غادي تكتب النيابه العامه، والنيابه العامه غادي تصيفط لك البوليس هنا وغادي يستمعوا لك ويستمعوا ليه. بالفعل كتب له تما المدير ديال السجن واحد الطلب، دفعوا الوكيل الملك. سيد وكيل الملك صيفط البوليس لتما السجن، سمعوا الخالد. قالوا ما سيدي هاش واقع، هاش واقع، هاش واقع. امشوا عيطوا على داك السجين، جابوه. السيد كيهضر، بالفعل لقاو السيد كيهضر. هاد الزينون علاش مشدود؟ مشدود على واحد الكاميو ديال الحشيش، هو وجوج وحدين اخرين شدوهم غادين للجسر الرشيديه بكاميو ديال الحشيش. فاش غيشدوهم لابريكاد ما غايعترفوش. قالوا ما سيدي حنا ما عرفناش هاد الحشيش ديال من، حنا غير خدامين كذا، كيجيبوا لنا الكاميو هذا هذا. غيعطيوهم 10 سنوات لكل واحد منهم، محكوم هذاك الزينون ب 10 سنوات. جاو الناس ديال البوليس سمعوا لذاك الزينون، لقاو السيد كيهضر. قالوا له انت في واحد الملف في الوقت الفلاني كنت خدام مع واحد كيقولوا له الغياتي، انت كتهضر قلتي ما زينون حقا وما كتهضرش وكذا، ولكن دابا كتهضر. كيفاش القضيه هذه؟ كيفاش انت شاهد عند لابريكاد بانك زينون وهنا كتهضر؟ كيفاش القضيه؟ قالوا له شنو معناتها؟ السيد زير. قال لهم شوف سيدي، انا اللي عطاه الله عطاه والحبس راني فيه، غادي نقول لكم شنو واقع. قالوا لا عاودينا شنو واقع. قالوا بالفعل انا سيدي ما كان ما نخبي عليكم، انا كنت خدام مع الغياتي وانا كنهضر، وانا خدام ديال الغياتي. هذاك الغياتي مع العلم غادي يلقاه حتى هو محكوم بالعقوبه ديال 10 سنوات داخل السجن بتهمه بيع المخدرات او ترويج المخدرات وتهريب المخدرات. اذا الدكاليه ولادها ما كذبوش فاش قالوا الناس ديال البريكاد بان داك الغياتي راه كيبيع الحشيش. مزيان هنا غيستمعوا كما قلنا الزينون. الزينون كان ما كيهضرش ولا كيهضر. قال ما سيدي انا كنت خدام مع الغياتي وانا شحال ديال وانا خدام معاه، خدام معاه في المخدرات شحال هادي. واحد النهار وقع له شي مشكل مع شي جوج ديال الدراري خدامين معاه في الفيرما. هادوك جوج ديال الدراري عرفوه بانه تيبيع الحشيش وكيروج الحشيش وكيصيفط الحشيش وداير يدو مع مافيا. وقال لي ودي انا راه غشيك في هذوك جوج يقدروا يديروا لي شي روينه تما، لهذا غتجي للفيرما وغدير راسك زينون بانني جبتك غير تما تحضي شي ماتريال خاسر وهذا وتقابل تما، وانت مره بدا تجي حداهم وما تسمعش كيقولوا لان تجسس لي عليهم، لان هذوك جوج خطر منعيم وعزيز راهم خطر، بدا تجسس لي عليهم. قالوا ما سيدي جيت انا تما بديت كنهضر زينون وهذا وكنسمع لهم اش كيقولوا. انا كنت كنسمعهم كيهضروا فيا كيقولوا هذا الزينون جابود حاضينه كذا مات كذا كذا مات كذا. حتى لواحد النهار هاد الغياتي ما كاينش، انا خرجت لواحد الحانوت تما كاين في الفيلاج، مشيت نتقضى هذاك الفيلا هذاك عفوا داك الحانوت ما بعيد شي، ما بعيد شي على الفيرما، يلا بعيد بشي 400 متر امشى. قالوا فاش رجعت ما لقيتش منعم وما لقيتش عزيز، وغلقى واحد البلاصه كنحطوا فيها الحشيش مشات منها 240 كيلو ديال الحشيش، 240 كيلو ديال الحشيش مشات. عيط لغياتي قلت له اجي عندي. سيد شد الطياره جا للمغرب. اش وقع؟ قال لهم فلان وفلان راه داو لينا 240 كيلو ديال الحشيش وهربوا. 240 كيلو راه 120 كيلو لواحد كي غيديروا يهزوها العلم لله، لان السيد ما تعطلش يلا 400 متر بينو بين الحانوت كاين في الدوار. هاد الزينون خرج لقى الاخرين داو الحشيش ومشاو العلم لله. قالوا يمكن داروا الحشيش فشي بلاصه وهربوا بشي حاجه وشي حاجه تجاو داوها. جا داك الغياتي اتفقوا الزينون قالوا شوف غادي نديروا واحد الحل باش نصيفطوه، هادو هربوا لنا بالحشيش وقدروا في اي لحظه يبرقوا بينا، لهذا شنو غادي نديروا قبل ما يخلقوا لنا شي مشكل
ويصدق الخبر ديالنا وصل الجندرم غادي نديروا لهم شي قلب. هذا القلب شنو هو؟ هو غادي نشفروا الفيلا ونمشيو نديكلارو بهم. بالفعل هذا الغياتي هذا هرس هو وداك الزينون الباب ديال السطح. هذا الزينون تيعاود لهم قالوا مسيدي هرسنا الباب ديال السطح ودخلنا جمع داك الذهب داه ورونا الدار ومشينا ديكلارينا. وانا شهدت وبقيت كنهضر قدام لابريكاد بانني انا زينون وكنهضر غير بالاشارات وكنت مره كنبغي نغلط ولكن في التالي حاولت نخرج راسي وغير خرجت راسي جيت عند الغياتي قلت له شوف انا دابا غادي نمشي بحالتي لانني في اي لحظه بداو يسولوني وكذا وكذا ونصدق انا غلط ونصدق دايرين شي روينه لهذا انا غنمشي بحالتي. قال ما سيدي هي هذيك الغياتي اداني جهه اخرى نخدم ليه قبل لي الحشيش في جهه اخرى. صافي هذه هي القصه وما فيها. من تما ما بانش عزيز وما بانش منعم. هنا فاش غادي يقلبوا الناس ديال الدرك الملكي غير لقاو الغياتي اصلا داك الفيلا وداك الفيرما باعهم شي واحد اخر غيمشيو يجيبوا الغياتي. الغياتي كان في السجن بحكم توا بالعقوبه ديال 10 سنوات. قالوا له نتايا كنتي داير الزينون عسلك تما وكتقول بان السيد زينون سيصدق ما زينون شاي وانت اللي هرستي انت ويا الفيلا وسميتيها في الدراري والدراري راه ما سرقوك شاي سرقوا لك الحشيش اش حسرقوا لك اش حسرقوا لك. قال له ما سيدي بالفعل هادشي اللي كاين انا سرقوا لي الحشيش وكنت حطهم تما هما عارفين بان عندي الحشيش وعندي كلشي واش سرقوا لي الحشيش سرقوا لي 240 كيلو وانا باش نغبر لهم الشقف درت القضيه هذه. هنا اش غادي يوقع؟ غيسامحوا ليه وغادي يعاودوا معاه التحقيق لان الدراري غبر لهم الاثر قالوا يمكن السيد عنده نفوذ وعنده عصابات وعنده كذا السيد يكون قتلهم ودفنهم في ذاك الفيل في ذاك الفيرما فيرما كما قلنا باعها هو باع لواحد اخر ومشى بحالاته. مشاو مع هاد الغياتي قالوا غتمشي معنا غيمشيو لذاك البريكاد اللي كانت مكلفه بهاد القضيه هذه كيحقوا معاه السيد. قالوا ما سيدي انا ما قاتل ما والو غادي تقر مرحبا ما غاديش تقر انت وجودك دبر راسك. السيد بقاو كيحاولوا معاه ما قر له قال ما سيدي انا ما قاتل ما والو. واحد اللحظه بقى عليهم بالروينه وهذا حتى قالوا ما سيدي انا بالفعل انا اللي قاتلهم وفين درتيهم؟ قال درتهم في الفيلا تما فينا بلاصه دفنتهم تما في راه بقيت عاقل كيمشيو معاه فينا بلاصه في هاد البراكه كانت ولا عاد درتيها هذاك مول الدار اللي عاد شرا جديد كيقول ما سيدي انا هادي القتالة كيطيحوا داك البراكه ويحفروا تحت منها ما كاين والو فين درتيهم؟ ما سيدي درتهم بلاصه فلانيه بداو كيقلبوا عاود السيد ما كيعترف ليهمش ما كيقولوش فين دارهم. اذا هاد الاولاد هادو فين هما؟ كيفاش هو كيقولوا انا اللي قتلتهم وكيقولوا ما سيدي انا نسيت كيفاش شي واحد رتاك بشي جريمه ونسى فين دفن الجثث فين دارهم؟ قلبوا داك الفيلا وداك الفيرما كامله ما لقاو حتى شي حاجه. انا صافي السيد اعترف قال انا اللي قتلته ولكن فين هما الجثث فين هما الهياكل البشريه؟ علم لله غادي يحيلوه الناس ديال الدرك الملكي على قضيه التحقيق بعد الاعترافات ديالو بانه هو اللي قاتل. غيمشي عند قضيه التحقيق يقولوا ما سيدي انا بالفعل انا قاتلهم وما عقلتش فين درتهم. عاوتاني كيصيفطوا شهرين 3 شهور عاوتاني ويجيبوا عند التحقيق ما سيدي ما عرفتش انايا قتلت وعرفت فين درتهم. حتى واحد النهار عيط له قاضي التحقيق لهاد الغياتي قال له شوف فين درتي دابا الجثث؟ قال له سيدي انا ما كاين ما نخبي عليك انا راه غير كتعيوا راسكم معايا انا راه ما قاتل ما مرتكب جريمه انا راه ما قاتلش داك الدراري انا بالفعل داك الدراري سرقوا لي 240 كيلو ديال الحشيش وانا باش نتلفهم او نغبر لهم الشقف كما كنقولوا درت لهم تهمه ديال السرقه والتهمه ديال السرقه باش داك الساعات هما يغبروا وما يوصلوش خباري بانني انا داك الفيرما تنخبع فيها الحشيش. قالوا سيدي انا بالفعل انا كذبت عليهم ولكن انا راه ما قتلتهم ما حتى شي حاجه وعلاش عصرفتي قدام الناس ديال الدرك الملكي؟ قالوا سيدي ضغطوا عليا بقاو كل مره كيديوني الفيرما هنا لهنا وانا بالفعل انا كانت عندي عداوه مع دوك الناس ديال الدرك الملكي لانني كنت خدام تما وما كانوش كيحصلوني ومع فراسهم بانني انا كنبيع الحشيش وما كانوش كيحصلوني وما كنت كندير لهم كندوز عليهم الدكاكه كما كنقولوا وصافي شدوا معايا الضد. دابا فاش جيت فيديو في هذه القضيه هذه قدموني عندكم بانني انا قاتل واعترف لهم بانني قاتل ولكن انا ما قاتل ما والو. بالفعل قضيه التحقيق غادي يحيل هذا السيد هذا
على السجن بان ما كاين شي دليل بان كيورطوا بانه هو اللي قاتل او كاين شي هياكل البشريه باش نورطوا او كذا، ما كاين شي. هنا هذاك خالد ولد كاليا كان مازال في السجن، هنا غيقلب على التليفون ديال العائله ديال الجبلي وغادي يخبرهم بان ولدهم راه شاهد فيه شي واحد، وهذاك شي واحد راه مشدود في الحبس، وداك اللي كان خدام معاه هو راه مشدود في الحبس، هو يمكن اللي قتلهم وراه اعترف وكذا. وصل الخبر للعائله ديالو، العائله ديالو حتى هي ناتك تنود الروينه. هاد خالد هذا كتجي عنده يماه، لان الاب ديالو كان داك الساعات مات، الاب ديالو مات هو في السجن، كتجي عنده يماه. فاش كتجي عنده يماه قال لها شوف الوالده، دابا حنا الولد غابر ما بانليش الاثار، ما عرفناش فين هو، واش ميت ولا حي. والاخ ديالي الاخر حتى هو راه محكوم ب 10 سنوات وانا محكوم ب 10 سنوات، والاب ديالنا راه مخلي لك تما شي ديور، وهذا هذوك الديور كانوا عباره عن خربات، هذوك الديور ما صافي قدامين بداو كيطيحوا من هنا كيرشاو من هنايا بحال بقات غير الارض، واخا فيهم داك الخربات، داك الخربات ما كيستغلوا شي للسكن، خص داك شي يطيح وتعاود يتبنى. قال لها الوالده شوفي حنا دابا ما كاينش اللي يعاونك على برا، لهذا الوالد ديالي مات، قلبي على راسك تزوجي بشي واحد من تما، زوج شي واحد يبدا يمشي معاك ويجي معاك ويحميك وهذا وكذا. بالفعل السيده مشات لتما لقات واحد السيد، السيد ما مشيتش تشريه، مشات تما كتقلب تلقات واحد السيد حتى هو مات ليه المراه وبقات معيش بوحديتو وما مهلاش جاي فراسو وهذا، والسيد مازال مشد فراسو، اتفقوا غادي يتزوجوا، تزوج بهاد الدكاليه. السيد تنقى في حالته صافي، الفلوس شويه موجوده، كان داك الزوج ديال هاد الدكاليه كان عنده شويه ديال الفلوس، عنده الديور تما هذا، السيد هو داك يلبس مع هاد السيده هادي، تنقى السيد مازال شد فراسو، بقى كيجي هو والام، اي هو والدكاليه اللي عنده ولاد السجن كيزورهم. هنا غنبقاو حنا شادين غير في هاد خالد، الاخر ما غنذكروش عليه لان بجوج بهم متفقين. هاد خالد هذا قال الوالده ديالو شوف الوالده، حنا دابا حنا في السجن وحنا غنعطيوك الوكاله، وداك الغرس اللي عندنا تمايا حاولي تبيعي شي حوايج ومنهم صرفيه، منهم جيبي لنا حنا للسجن، هنا راه ما عندنا داك الشيء هو اللي كيخدم علينا، وحنا كنقولوا حنا الامور ميسره. بالفعل مشات هاد الام هذه داروا لها الوكاله، دار لها عبد اللطيف وخالد الوكاله، وقال لها بيعي. السيده شنو غتمشي دير؟ مشات باعت واحد ثلاثه ديال الخربات، واحد الديور طايحين، باعتهم لشي واحد خلصها، جات عند ولدها، جات عند خالد، هاد خالد هذا قالت له شوف راني بعت الدار الفلانيه والدار الفلانيه والدار الفلانيه. هاد الدار الاولى اللي هي رجعت خربه كان ساكن فيها خالد، والدار الاخرى كان ساكن فيها عبد اللطيف، والاخرى كان كيسكن فيها منعم، كانوا دايرين بحال براتش تما تياخذوهم مواكر باش كيتخباو كيشربوا فيهم وهذا وهذا. هنا هاد خالد هذا قال الولد علاش بعتي داك الديور؟ راه كاين عندك الاراضي جهه اخرى بيعيهم. هنا السيد بدا كيغوت في السجن، داك غوات مصيفط للمدير السجن، المدير السجن دار مراسله بان السيد نصب على الام ديالهم وامهم مراه كبيره وولادها دايرين لها الوكاله وباعوا لها الارض، مشاو كيبحثوا في هذه القضيه لقاو السيد. بالفعل السيد شراها من عند السيده بثمن اللي هو مناسب، ما نصب عليها ما والو، السيد الاراضي ديالو. هذاك السيد اللي شرا دوك ثلاثه ديال الديور دوك الخربات جاب الزوجه ديالو باش تشوف داك الخربات يعاودوا يبنيوهم ولا هذا، السيده ديالو قالت له في جايبين لنا هاد الخلا وجايبين لنا هاد الروينه هادي، انا والله معاك ما نجلس هنا. السيده مشات بحالتها. هنا هاد السيده هذا شنو بغى يدير؟ بغى يطيح داك الخربات كاملين ودور عليهم واحد السياج ويخليهم عاوتاني يشوف يعاود فيهم البيع او يبنيهم او تيتفقوا الزوجه ديالو. هنا جاب شي خدامه اللي يطيحوا داك الحيوط اللي بقاو تما، واحد جوج خدامه تيطيحوا واحد الدار، اي طيحوا الاولى طيحوا الثانيه وصلوا للثالثه، هذيك الثالثه هما وصلوا ليها طيحوا واحد الحيط، غيلقاو واحد الحيط مبني على جوج، اي طال حيط في حيط، جوج حيوط طالحين بحال حيط مدوبل، بداو كيطيحوا فيه. واحد اللحظه هما تيطيحوا وغادي يخرج لهم عظام بشريه، جوج ديال الجثات عظام بشريه، اخرجوا داك الخدامه تيغوتوا كيغوتوا تما شواقع كذا كذا كذا. غيوصل الخبر للمقدم، المقدم غيخبر القائد، القائد غيخبر الناس ديال الدرك الملكي، غاترون تما جاوا الناس ديال التشخيص القضائي وجاو الناس ديال الطب الشرعي تروا ناس الدنيا تما، غيلقاو جوج ديال الجثات. فين كاينين هاد الجثات هادو؟ كاينين في المنزل اللي هو ديال خالد، هاد خالد اللي منوض الروينه، عنده جوج جثات تمايا. هنا عرفوا داك الجثات ديال جثه ديال فلان وجثه ديال فلان، جثه ديال خوهم منعم
والجثة ديال داك العساس اللي كان معاه عزيز ولد جبلي. جثة تعرفوا كما قلنا ديال من تهزوا نحو المستودع ديال الأموات الطب الشرعي باش يشوفوا داك الجثة واش تقتلوا واش كذا واش كذا واش كذا. المنزل ديال من قالت لهم هما سيدي هذا المنزل اللي كان ساكن فيه خالد هو اللي كان كيسكن فيه. امشاو الناس ديال البريكاد اجابوا خالد جابوه من السجن حضروه قالوا له اسمع اشرف انت كنتي مرونا درتي لنا الروينه ودرتي لنا الفضيحه ما خليتي فين خبشتي بانك كتقلب على خوك وانت كنتي كتدفع التهمه عليك لهذا غادي تقر مرحبا بك ما غاديش تقر ذنوبك على رقبتك ها باش نكونوا متفاهمين. السيد شاف راسه بان صافي ضرب في الحيط المشدود او الحيط الاخران يضرب فيه قالوا صافي سيدي نعاود لكم شنو وقع عاود لنا شنو وقع. قالوا ما سيدي انا بالفعل انا وخاي عبد اللطيف حنا اللي قتلنا خاي منعم وقتلنا عزيز ولد جبلي. وعلاش هنا الاعترافات ديال هاد المجرمين هنا غنركزوا غير على واحد لان الاقوال كيقولوهم بحال بجوج لا عبد اللطيف ولا خالد. هاد خالد قالوا سيدي حنا كنا بربعه بينا انا وخي عبد اللطيف وخي منعم ومعنا عزيز ولد جبلي اتفقنا باش غادي نسرقوا الحشيش من الدار ديال فلان. وبالفعل اتفقنا واحد الليله باننا غنمشيو في الوقيته الفلانيه. واحد اللحظه استغلينا او صدفه جات هي هذيك داك الزنون اللي كيحضي خوتي خرج حنا كنا اولين نكتفوه حتى هو ونديوه ولكن لقينا خرج مشى للحانوت. فاش مشى للحانوت دخلنا حنا للديبو تما عارفين الحشيش فين كاين وعارف بان بحكم انا خويا خدام تما وداك صاحبو خدام تما ورانا فين كاين واحد البلاصه مشينا هزينا كل واحد هز 60 كيلو كل واحد هز 60 كيلو واحد في 60 كيلو الاخر 60 كيلو الاخر 60 كيلو بربعه بينا هزينا 240 كيلو ديناها في غادي نديوها ديناها للمنزل ديالي حطيناها تما وتخبعوا الدراري الاخرين مشاو ديكلاراو بان الفيلا تسرقات لي وحنا عارفين ما الدراري ما سرقوه ما والو ولكن غير خطه دارها غياتي. مشاو بقاو عندي تما داك خاي ومنعي مخبين عندي في الدار ومره مره كيقول لك سيدي حنا خصنا نقسموا حنا خصنا هذا خصنا نصوبوا هذا الشيء نديروا نفعلوا ولا حنا غنديروا نوصلوا هذا الشيء وهذا وحنا اتهمنا بالسرقه وهذا 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 شنو غادي نديروا. اتفقنا انا وخاي عبد اللطيف فاش نصفيوها ليهم هادشي اللي درنا كانت عندنا تما واحد المطموره خبعنا فيها الحشيش عاوتاني قبطنا انا وخاي عبد اللطيف خاي منعم قتلناه وقتلنا عزيز ودرناهم في واحد القنت تمايا حتى تهدنا الوضع وقبطنا غيشنا القضيه صافي بقات كتناسى والقضيه بدات كتبرد جبناهم لواحد الحيط حطيناهم وبدينا تنبنيو بنينا حيط واحد اخر انا وخاي لان كنبنيوه وملسناه ودرنا له مرطوب وصبغناه كشيء لم يقع صافي درناهم في وسط الحيط وبنينا عليهم وصافي بقينا كنقلبوا عاديين. هنا الاعترافات كانت واضحه السبب هو الحشيش والطمع طمعوا في داك الحشيش لان 240 كيلو في التالي داك 240 كيلو فاش باعوها ما جابت لهم حتى نقولوا حنا ما جابت لهم حتى مليون باعوها بتخابعيه او بهذا والروينه ونوشوها وهذا باعوها بشي ثمن اللي هو ما جاب لهم حتى شي حاجه وبقاو دايرين هاد الخطه هو وخاه بان كيقلبوا على خوهم وخوهم راه فلان هو اللي قتلو لانه ما فراسهم بان الغياتي راه تيبيع الحشيش وقالوا الناس الدرك الملكي والدرك الملكي بحال ما تيقوش لهذا بقاو دايرين هاد الهده هادي باش كيموه الناس ديال الدرك الملكي والناس ديال التحقيق ويبعدوا عليهم الشبهات. غادي يعترفوا كما قلنا بالجريمه ديالهم ديال القتل ديال الاخ ديالهم وداك الشريك اللي هو عزيز وغيتحكموا هاد جوج الخوت اي خالد وخو عبد اللطيف غيتحكموا بالعقوبه ديال الاعدام كانت عندهم 10 سنين غتتحول عندهم عقوبه ديال الاعدام. هنا هذاك الزينون والشريك ديالو غادي يرجعوا ثاني يتحاكموا وغتزاد لهم العقوبه ديال 10 سنوات لكل واحد منهم لان هاد القضيه ما كانش فيها السرقه ديال الفيلا وهما موهو المحققين والقضيه كتعلق بالحشيش وغيزيدهم على داك على داك المنتف كما كنقولوا غيزيدهم العقوبه ديال 10 سنوات لكل واحد منهم. خلاص
ولاد الريغاتي الاخرين اللي كانوا حتى هما يشتبه فيهم بانهم جاو داو اختهم وقتلوا نسيبهم غيخرجوا منها براءه. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا منها العبره واستفدتوا منها. وهذه القصه بحال هذه هي قصه فقط، قصه غامضه، قصه اللي هي جريمه غامضه. شوف الانسان طمع فين كيخرجوا، طمع خلاه يقتل خلاهم يقتلوا خوهم وقتلوا واحد اخر، وفي التالي طلع داكشي اللي سرقوه ماشي شي حاجه اللي هي تقدر تغنيهم او يستفدوا منها او هذا. لهذا متابعينا الكرام، الطمع اللي هو الطمع شي حاجه اللي هي خايبه. انسان كيطمع في الخاوي كيصدق مدمر الحياه ديالو بالعقوبه ديال المؤبد. علاش؟ على 240 كيلو الحشيش فاش باعها قلت لكم ما جاتلهم حتى مليون. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منها، والا كانت تعجبكم الحلقه ديالنا بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش المحتوى يطلع ويطلع نسبه المشاهده. وان شاء الله نبداو ندير لكم حلقه كل يوم، ما بقاش نغيبوا عليكم. الى هنا متابعينا الكرام، كنتهي هذه الحلقه. كما كنقولوا في جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.